کانون روزنامه‌نگاران آزاد در عراق، اعلام همبستگی با مجاهدان لیبرتی و فراخوان به آزادی فوری هفت گروگان اشرفی. محمد شریف مسئول کانون روزنامه‌نگاران آزاد: گروگانگیری در اشرف ننگی بر پیشانی حکومت مالکی است. دستگیری مهمانان و پناهندگان تحت حفاظت بین المللی عمل یک دولت نیست، بلکه یک اقدام مافیایی است. سازمان ملل و آمریکا در این رابطه مسئولند و باید پاسخ بدهند که هنگام این جنایت کجا بودند. راجعا الرهائن، هذه مساله معيبه في 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 وصمه عار في في جبين هذه الحكومه. كيف يؤخذ ضيوف ولاجئين يكظن حقوقهم القانون الدولي ومكفولة حقوقهم، كيف يأخذون رهائن في أي زمن؟ هذا لا يعمل هكذا عمل إلا العصابات والمافيات، يعني لا يعمل دولة. هذا الاختطاف عملية ابتزاز للأسف، يعني بعد ما عجزوا عن كسرهم معنويا عن طريق الحصار، وعجزوا عن قتل روحهم الثورية وروحهم المتطلعة إلى الحرية بصواريخ وبالهوانات والمساومة عليهم. هؤلاء الرهائن هم أمانة في أعناق الشعب العراقي، ويجب على الشعب العراقي أن يتحرك وأن يثور من أجلهم، لأن هؤلاء الأشخاص هم أخذوا داخل العراق. وعلى العشائر، أنا أقول كعشائر، وأنا رجل عندي عشيرتي والآخرين الشيوخ يسمعوني الآن، أقول لهم تحركوا. لذلك نحن متضامنين معهم ونطالب فورا بالإفراج عنهم، بل المفروض أن تتدخل، أن تعلو الأصوات مجتمعة، والمطالبة المجتمع الدولي بذلك بالتدخل. يجب أن يتدخل المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، روسيا، الدول الكبرى، أين هي عن هذه الجرائم التي تحصل بوصمة عار يعني في جبين أي شخص يسكت؟ أي شخص يسكت الآن عن هذه الجريمة النكراء هو كمن يشترك فيها.